آدم الجعيدي طبيب في العقد الثالث من العمر، يعمل في مركز شفاك للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا. يعد الجعيدي واحدا من أفراد الكادر الطبي، حيث يعملون بإمكانيتهم البسيطة على مدار الساعة لمواجهة الإصابة بكورونا التي بدأت تنتشر في محافظة تعز. بدأنا في العمل في المراكز العزل، شاءت الأقدار أنه نكون من ضمن الضحايا لهذا الوباء الخبيث الذي انتشر في كل ربوع الوطن، خاصة في هذه الأيام، خصوصا هذه الأيام في تعز انتشر بشكل كبير جدا. نحن اتخذنا إجراءات الحماية وإجراءات الوقاية، لكن أحيانا تحصل أن يكون هناك خطأ بسيط، يعني سواء مني أو من أحد الزملاء، قد يسبب في إصابة الكثير من الطواقم الطبية. يعني تلقى آدم وبعض زملائه دورات طبية خاصة للتعامل مع المصابين بكوفيد-19، وبدأ ممارسة مهامه في استقبال وعلاج المصابين وسط بيئة عمل تفتقر لأبسط الإمكانيات من الأدوية والمحاليل الخاصة بفحص كورونا، حتى اختاره الفيروس ليكون واحدا من ضحاياه. بعد ما عملت مسحات العينة للبي سي آر، أتفاجأ أننا أطلع نتيجة إيجابية بعد ظهور الأعراض علي. يعني بادرت بالعلاج مبكرا واستخدمت يعني وسائل الحماية الكاملة، واهتميت بجهاز المناعة، لأنه الأهم من كل شيء هو المناعة. يعني إذا كانت مناعة الجسم قوية تتغلب على هذا الوباء. وكنت استخدمت يعني فقط أدوية مهدئات الأعراض وأدوية عادية. يعني طبعا بالنسبة للفيروس هو طبعا سلاح ذو حدين، يعني إذا تعاملت معه بشكل صحيح ممكن يعني تنجو منه بسهولة. يحكي الطبيب الجعيدي تجربته في التعامل مع الوباء منذ الوهلة الأولى لإصابته وصولا إلى شفائه، كرسائل تطمين للمواطنين في تقوية مناعتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بكورونا، كما يسهم دوما مع زملائه في توجيه مناشدات للسلطات والمنظمات لدعم المحافظة في مواجهة الوباء وعدم التخلي عن المواطنين حتى لا يقعوا فريسة للأوبئة والحميات. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.